صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السياسة اليوم السبت 27/1/2023. بشرفني رحب بضيفي بالاستوديو رئيس ندوة العمل الوطني استاذ رفعت بدوي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ رفعت. يعني بدنا نقول لك صباح الخير، وبدنا نقول صباح الخير لفلسطين. اليوم هو يوم فلسطين، يعني استفقنا على امطار مستوطنات غلاف غزة ب5000 صواريخ، تسلل إلى داخل المستوطنات، أسر جنود صهاينة، بالإضافة إلى يعني رغم تكتم جيش العدو الإسرائيلي، هناك معلومات عن سقوط حوالي 100 قتيل إسرائيلي. اليوم عملية طوفان الأقصى انطلقت صافرتها، إلى أين ستمتد؟ قبل ما نغوص بتفاصيل ما حصل في فلسطين الحبيبي، دعيني أتوقف لبرهة نقدم التعازي من خلال شاشتكم الكريمة للقيادة السورية ولسيادة الرئيس بشار الأسد ولقيادة الجيش العربي السوري وللشعب السوري قاطبة بالمصاب الأليم الذي حصل بالعمل نتيجة العمل الإجرامي الإرهابي التكفيري في الكلية الحربية بحمص. وهذا ديدا كل من يدفع الثمن نتيجة صموده في وجه المؤامرات الأمريكية. ولا شك بأن أمريكا تحاول اليوم من خلال هذه العملية الإجرامية الإرهابية التي حصلت أن يعني تقلب الطاولة بوجه نتائج مفاعيل زيارة سيادة رئيس بشار الأسد إلى الصين وبدء مرحلة إعادة الأعمار في سوريا، لكن هذا موضوع آخر وسنتحاور فيه. فيه بسياق الحلقة. إنما ما حصل إلى أين اليوم يعني ستذهب؟ اليوم استفقنا صباحا، اليوم السابع من 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 تشرين أكتوبر، هو نفس اليوم ذكرني ب 1973 في العبور. نعم. والمؤكد أنه عيد الغفران عند العدو الإسرائيلي سينقلب إلى مأساة سيتذكرها العدو الإسرائيلي إلى حين زواله، حتى بعد زواله سيكون هذا يوم أسود في تاريخ العدو الإسرائيلي وفي مجريات الأحداث التي حصلت. هو عبور آخر يشبه عبور قناة السويس ويشبه انتصار 1973. نحن اليوم في 2023، وإن هذا يدل على شيء يدل بأنه كل التطبيع الحاصل في المنطقة اليوم ومحاولات طمس القضية الفلسطينية ومحاولات جعل القضية الفلسطينية أن تأتي بالتراتبية، يعني أن تهبط بالتراتبية من قضية مركزية إلى قضية تحسين أوضاع الفلسطينيين، هذا ولا وأنه العدو الإسرائيلي وبناء المستعمرات واقتحام الأقصى، هذا أيضا بحسب ما جاء في بيان محمد الضيف بأنه هذه الأمور ولت. لكن اللافت بأنه بيان محمد الضيف أنه دعا كل القوى الإسلامية في لبنان والأردن والعراق واليمن حتى كمان المشاركة في هذه ومساندة هذه العملية الكبيرة التي ستخلف وستولد نمطا جديدا وفجرا جديدا في القضية الفلسطينية، وهي أنا أعتقد بأنها ستقلب الطاولة على كل المطبعين وعلى كل من يريد طمس القضية الفلسطينية. وهذا إن دل على شيء دل أن القضية الفلسطينية ستبقى حية ولو بقي مقاوم واحد. نعم. هذه عملية لم تكن وليدة الساعة، لم تكن وليدة الساعة، جرى الإعداد لها منذ أشهر وأشهر وحتى يمكن أعوام. نعم. لضمان نجاحها، واليوم نحن نرى بأنه المقاومين في غزة استطاعوا تحرير في جزء من فلسطين، أقله المنطقة المحيطة والمستوطنات المحيطة بمنطقة غزة، واستولوا على أسلحة ومراكز الجيش العدو الإسرائيلي ومركز الشرطة، وأيضا استولوا على دبابة ميركافا من الطراز الرابع من الجيل الرابع، وهي درة سلاح فخر الصناعة الصناعة الإسرائيلية. صحيح. لكن أنا أقول لك بأنه عندما توجد العزيمة عند المقاومين لا شيء ولا قوة ولا أقمار صناعية ولا قوة جوية ولا أي شيء يقف في وجه المقاتل المؤمن بقضيته كالشعب الفلسطيني. طيب إذا يعني بدنا نحكي بالتفاصيل شوي أكثر ميدانيا
قبل يعني انه نحكي بالبعد السياسي الذي يعني سترسيه هذه العملية النوعية على الكبرى فكرة وهذه العملية الانعطاف. العملية لم تقتصر على العبور. يعني انا ما بدي اسميه انه اقتحام، لا انا بدي اسميه العبور، عبور رقم 2، يعني عبور 23، في عبور 73 وعبور 23. العملية لم تقتصر على البر، نعم، بل ان هناك عملية ايضا حصلت في عرض البحر في البحرين، يعني وعملية إنزال حتى بالطائرات المسيرة بالباراشوت، يعني نعم شارك فيها العدد الكبير من المقاومين الفلسطينيين حتى تأمنوا الطريق للعابرين الذين عبروا. وهذا أدل على شيء بأنه العدد الكبير للخسائر للعدو الإسرائيلي وأسر العدد الهائل من الجنود الإسرائيليين، جنود العدو الإسرائيلي، هذا أدل على شيء بأنه هذا العدو فقد كسرت له العقيدة القتالية لدى الجيش الإسرائيلي ولن يكون لها قيامة بعد اليوم. هذا مؤكد، يعني بعد ما حصل اليوم العقيدة العسكرية القتالية لدى الجيش العدو الإسرائيلي قتلت في مهدها ولم يعد له قيامة، ولا حتى على مستوى الجنود ولا على مستوى الضباط. حتى أنا قبل دخولنا الاستديو وردني خبر بأنه قائد المنطقة للغلاف تبع غزة أصيب بإصابات بالغة وكادوا أن يأسروه أيضا. نعم. ما بعرف هلا مجريات الأمور كيف عم تصير، لأنه نعم. كنا عم نتابع دقيقة بدقيقة. وهذا يوم فخر مش للفلسطينيين أيضا، هذا فخر للعرب، لكل إنسان عربي مخلص لهذه القضية، أنبى القضية في التاريخ هي قضية فلسطينية. هذا يوم فخر، وأنا منذ الصباح منذ 6:30 مسمر كنت على الشاشة، نعم. عبر الشاشة لأتلقى التفاصيل بالتفاصيل. وأيضا يعني كان هناك بعض الاتصالات أجريتها حتى مع غزة، طمنوني بأنه الوضع تحت السيطرة، وأيضا يعني العملية بدأت وتمت بنجاح. وهناك جزء، هذا الجزء الأول من العملية، هناك نعم. جزء ثاني وثالث حتى أيضا، يعني سيستتبع إن شاء الله، يعني ستتبع الأخبار. طيب. الطيبة استاذ رفعت، هذه العمليات النوعية اللي بلشنا نشوفها منذ أشهر، يعني عند حصار واقتحامات الضفة، واليوم تنطلق من غزة. يعني اليوم المقاومة الفلسطينية هي التي تبادر وبعمليات جد نوعية، انعطافة في شكل المقاومة الفلسطينية حتى داخل عمق الأراضي المحتلة. هذه الانعطافة في العمليات العسكرية للمقاومة إلى ماذا تشير؟ يعني بأي مرحلة عسكرية اليوم من الصراع داخل الأراضي الفلسطينية؟ مختصر مفيد، تشير إلى أمر واحد، هو أن تحرير فلسطين قاب قوسين وإن شاء الله وأصبح وأدنى. نعم. العدو الإسرائيلي زي ما قلت لك ما عاد عنده القدرة القتالية، العقيدة القتالية لدى الجندي الإسرائيلي دمرت في فيما حصل بالعبور تبع اليوم، دمرت نهائيا. لن يكون هناك أي مجال لإصلاحها حتى لو مهما حاول العدو الإسرائيلي. نعم. هذا دليل بأنه العدو الإسرائيلي من الداخل يتفتت ويتفكك عسكريا وسياسيا وحتى اقتصاديا كمان. الملاحظ بأنه العدو الإسرائيلي كان صاب باهتمامه صوب جنوب لبنان، صحيح. وكل اهتمامه صوب كيف يزيل الخيمتين تبع حزب الله. نعم. عدو متغطرس كان يعني يشن الحروب خارج فلسطين المحتلة ويحقق انتصارات بخمسة ستة أيام، كان يتنزه. نحن اليوم نحرر أرض فلسطين، نعبر لنحرر أرض فلسطين. هذا يعني حان الأوان لمشروع إقامة الدولة مثل ما قال القائد العام لكتائب ما في شيء اسمه إقامة القسام. ما في شيء اسمه إقامة دولة، ما في شيء اسمه إقامة دولة فلسطينية مثل ما بيحكي وروج له بأنه نحن مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، هذا لن نعترف به. يعني أنا عم بحكيك من قناعاتي أنا الذاتية، أنا وكتار من إخواننا لن نقتنع بأن إقامة دولة فلسطينية مجاورة لدولة إسرائيل ممكن أن يؤدي إلى سلام في المنطقة. السلام الوحيد والحق الوحيد الذي يجب الحصول عليه هو بإزالة هذا الكيان الغاصب. وأنا من خلال شاشتكم يعني أرى بكل أمانة وبكل أريحية، أقولها بكل أمانة، أن العدو الإسرائيلي عمره بات يعد بالسنوات فقط، لا أكثر ولا أقل. وهذه العملية، يعني مش العملية، هذا العبور الذي حصل اليوم هو أكبر دليل.
لانه اللي ما يلي هذا العبور الخلاف بين 1973 واليوم، انه بعد عبور 73 كان في مفاوضات ودخلنا فيما يسمى بكامب ديفيد. عبور اليوم لن يليها اي مفاوضات مع العدو الاسرائيلي. عبور اليوم هو للتاكيد بانه فلسطين قاب قوسين ان شاء الله بوقت سنراه قريبا باذنه تعالى نحرر الارض الفلسطينيه كامله، وان الضفه الغربيه لن تكون بعيده عما يجري، لانه بيت القصيد كله هو الضفه الغربيه وقطاع 48. نحن اليوم نجحنا في منطقه الغلاف بمستوطنات غزه، لكن الامر ات ايضا الى الضفه الغربيه، وسيفاجئ العدو الاسرائيلي والعالم بفجر جديد ينبع من الضفه الغربيه في القريب ان شاء الله، وحتى تحرير الاقصى. طيب اللي عم تتفضل في حضرتك يقول ماذا؟ انه سقطت كل التسويات والاتفاقات، اذا بدنا نحكي يعني من بعد كامب ديفيد، وادي عربه، ويعني ايضا اوسلو، حتى يعني محاولات نحن اليوم امام سقوط كل هذه حتى محاولات التطبيع الاخيره الاسرائيليه السعوديه اتفاقات ابراهام. نعم. لا مش اتفاقات ابراهام، للمحاولات الاخيره التي جرت بين المملكه واستقبال بعض الوزراء الاسرائيليين ده، واللي ما سموه تبادل زيارات، هذا تطبيع فاضح. انا كتبت مقال في هذا الامر وكتبت عنوانته تطبيع سعودي اسرائيلي فاضح، بس هذا عن شو يدل؟ يدل بانه القضيه الفلسطينيه في وقت من الاوقات تلاشى الاهتمام بها عربيا، كما من قضيه مركزيه اصبحنا نذهب الى ما يسمى بتحسين اوضاع الفلسطينيين. هذا امر لن يمر. اليوم المقاومه الفلسطينيه بكل اطيافها، انا ما بدي اذكر يعني حدا معين من المقاومه، كل الفلسطينيين صحيح. اليوم يشاركون الفرحة بهذا العبور. لن يكون هناك تفاوض كما جرى ب 73 على هذا الانتصار. هذا انتصار ليؤكد بأنه فلسطين لن تزل وستبقى القضية المركزية لكل العرب. هذا واحد. إذا بتلاحظي بعض الجمل اللي استعملها محمد الضيف، استعمل جمل أنه آن الأوان لإزالة الاحتلال من شمال سوريا، نهب ثرواتنا، أنا الأوان لأن يذهب هذا العدو بالعربدة تبعته، هذا العدو الذي يعني تسلط علينا، دعا إلى اتحاد كل القوى العربية وبعدين المهم أهم منه كله، ودعا القوى الإسلامية في المنطقة بلبنان والأردن والعراق واليمن للتحضر ومساندة هذا العبور. كانوا يعني ينحكى عن توحيد الساحات. هذا الأمر. هذا دليل بأنه كل هذا التطبيع الجاري وكل هذه المسايرة مع العدو الإسرائيلي وكل هذه المؤامرات بأنه تينهب الغاز تبعنا تكون يكون العدو الإسرائيلي المسيطر على اقتصاديا على هذه المنطقة سيبوء بالفشل عندما تقرر المقاومة العمل العسكري المتضامن، إن كان جهاد ولا إن كان حماس ولا إن كان قسام ولا إن كان فتح، كل هذول سيشاركوا في عملية تحرير. وأنا أكيد أنه سنصحى ذات يوم على تحرير مزارع شبعة ينسحب منها العدو الإسرائيلي كما حصل في سنة 2000 بشكل مفاجئ. وأيضا سنصحى ذات يوم على ضفة غربية مختلفة عن ما هي عليه اليوم بانتفاضة ضد هذا العدو الإسرائيلي. وكما قلت لك وأنا متأكد إن شاء الله والأيام بيناتنا بأنه تحرير فلسطين وتفكيك هذا العدو وزواله بات أقرب مما نتصور. طيب اليوم يعني رئيس كيان العدو يقول أن إسرائيل تمر في أصعب المراحل، اعتبر أيضا أنه يعني اليوم هذه المعركة هذه المواجهات هي أصعب من حرب الغفران، أصعب من حرب 73. طبعا. طيب هل نحن أمام بتنا يعني في مرحلة المواجهات الفلسطينية الصهيونية داخل الأراضي المحتلة أمام تغيير قواعد الاشتباك، وهذا شو بيعني لحكومة العدو؟ ويعني الشق الثاني من السؤال ربطا مع اللي عم بحكيه، أنه كلنا نعرف أنه عندما يعني بتم خنق يعني في الداخل الإسرائيلي دائما إسرائيل تصدر أزماتها وإلى الخارج، هل يمكن أن تقوم يعني اليوم إسرائيل بأي عمل أحمق باتجاه لبنان أو الجولان مثلا؟ يضحكك السؤال.
انه تقوم بهمة بفلسطين. ليك لا اجاوبك على القسم الاولاني من السؤال عبر ادوات استاذ رفعت، يعني ليس مباشره ولكن هناك ادوات. ممكن ممكن ممكن، بس شوف لك في بدايه سؤالي، نعم، لو طبع كل العرب ولو اعترفوا باسرائيل ككيان طبيعي في المنطقه كل العرب، ها، تبقى سوريا قلعه نعم. الصمود وقلعه يعني والجزائر، وبنذكر بعد الدول العربيه مثل الكويت لحد هلا انه ما 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 طبعت مع العدو الاسرائيلي. نعم. لكن كل هذا الذي يجري يكفي ان يقف مقاوما واحدا ويقوم بعمليه عسكريه او بعمليه طعن ليذكر العالم بانه هذه القضيه لن تموت. نعم. يعني اليوم كل القوى المسلحة الفلسطينية شاركت بالعملية جنبا إلى جنب، وهذا البيان الذي صدر من عندهم هذا شو بيأكد؟ بيأكد أن هذه القضية من القسام وسرايا القدس. الكلام الأول والأخير هو يبقى للفلسطيني. نعم. يبقى للفلسطيني لأهل فلسطين. يعني بقدر ما هم يعني يستعجلون هذا الأمر ويجهزون أنفسهم لخوض المعركة ضد العدو الإسرائيلي، هذا بيت القصيد الذي سيقلب الطاولة رأسا على عقب. بعدين ما تنسي أنه العدو الإسرائيلي عربد في زيادة عدد الأسرى، اعتقل العديد، وهذا أمر لن يقبل به بعد اليوم الفلسطيني. نعم. بأنه الأسرى الفلسطينيين 35 و40 سنة يعني محجوزين داخل جدران العدو الإسرائيلي وقيادات فلسطينية، هذا لم يعد مقبول به. اليوم الأسرى العدو الإسرائيلي الذين حصلوا عليهم مقاومة بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين أو المسجونين، وهذا سيعطي القضية الفلسطينية دفعا جديدا. أنا معتك إن جنرال يعني. نعم نعم. فمثل ما قلت لك أنه مهما حاولوا طمس القضية الفلسطينية يبقى الفلسطيني هو نفسه هو صاحب القرار وصاحب القضية. نعم. لن يعني ما حدا يتأمل بحياته أبدا أن, أن, أن يكون هناك محاولات لطمس هذه القضية. إذا الولايات المتحدة طمست قضية الهنود عند نتيجة سيطرتها على العالم، فإنه هذا الشعب أثبت للعالم كله أنه هذه القضية لن تموت طالما بقي مقاوما واحدا، وهذا أكبر دليل ما حصل اليوم. هلا بالنسبة لجواب سؤالك الثاني أنه وين بدها تأدي هاي العملية، بتأدي أكيد هذا يوم تاريخي. يعني اليوم نحن في 7 أكتوبر يوم تاريخي. سيقلب الطاولة على كل من يحاول أن يذهب باتجاه القضاء على القضية الفلسطينية. نعم. لن يبقى أي واحد من هؤلاء، لا حتى أنظمة ولا غير أنظمة. حتى المطبعين سيعودون بحساباتهم إلى الوراء. المقاومة الفلسطينية اليوم أخذت قرار بخطوة أولى ولن تعود إلى الوراء. يعني هذا مفروض أن نعمل له حساب أنه ما حصل اليوم لن ما في عودة إلى الوراء. نعم. كل يوم، وإذا بتلاحظي كمان تصريح سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، إذا اغتيل أي شخص فلسطيني أو لبناني أو سوري على أرض لبنان أو في أي منطقة سيكون الرد قاسي وقاسي جدا. أمتى كنا نسمع هذا الكلام؟ يعني هذا نحن صرنا عم نهدد العدو الإسرائيلي. نعم. هذا واحد. العدو الإسرائيلي لن يجرؤ بعد اليوم على خوض حرب ضد حزب الله وضد المقاومة حتى في غزة. ما رح يقدر يعمل غير أنه غارات جوية لا نعم. أكثر ولا أقل. هذا محسوم منه. نعم. يعني ومثل ما عم تشوفي أنه غارات من يوم لآخر بسوريا هي بس لإثبات الوجود. ما بتغير معادلة. ما حصل اليوم، الفرق بين ما حصل اليوم وما يقوم به العدو الإسرائيلي، لأنه ما حصل اليوم هو يقلب المعادلة. إنما الإسرائيلي لن يستطيع بعد اليوم قلب المعادلة. هو يقوم بعمليات عسكرية ليذكر بأنه لم يزل موجودا ويستطيع أن يضرب في نعم. أي مكان. طيب إذا بتسمح لنا أستاذ يعني رفعت، معنا اتصال من أستاذ جهاد طه الناطق الإعلامي باسم حركة حماس في بيروت. صباح الخير أستاذ جهاد. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. يعني صباح فلسطين استاذ جهاد. اليوم بدنا يعني نسال حضرتك
هل إسرائيل امتصت هذه الصدمة وماذا بعد امتصاص هذه الصدمة؟ كنت عم بسأل أستاذ رفعت اليوم انعطافة كبيرة، يعني 27 سيؤرخ في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وليس المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، إلى أين برأيك يمكن أن تمتد هذه المعارك؟ ويعني كنا عم نسأل أنه ما بعد تشرين كان هناك تسويات معينة كم ديفيد وادي عربة أوسلو، اليوم نحن أمام أي مرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللأستاذ رفعت وشكرا لكم على هذه الاستضافة. لا شك أن اليوم هو يوم تاريخي، يوم من أيام فلسطين، يوم من أيام الانتصارات للشعب الفلسطيني ولأبناء الأمة العربية والإسلامية. هذا الشعور من الاعتزاز والفخر أمام الصور النموذجية والإبداعات التي شاهدناها لرجال المقاومة من أبناء كتائب القسام وأبناء المقاومة الفلسطينية فوق ربوع فلسطين تبرهن وتدلل على هشاشة المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية التي كان يتغنى بها العدو الصهيوني. وبالتالي ما قامت به اليوم المقاومة الفلسطينية هو جاء في سياق الرد على الجرائم الصهيونية التي ارتكبت من اليمين المتطرف الصهيوني ومن الحكومة الفاشية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو تجاه المسجد الأقصى المبارك، ورأينا بالأمس، وأيضا الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا والإعدامات الميدانية بحق الأطفال والشيوخ والنساء في مدن وقرى الضفة الغربية. هذه الجرائم أمام المرأة، أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا والذي كان يصمد دائما وبل كان يعطي الغطاء للعدو الصهيوني بارتكاب المزيد من هذه المجازر تجاه شعبنا وتجاه أرضنا وتجاه مقدساتنا. كان لزاما على المقاومة اليوم أن تأخذ زمام المبادرة كما أخذت زمام المبادرة في المعارك السابقة في معركة سيف القدس والعديد من المعارك لكي تدافع عن شعبها وأرضها ومقدساتها، وهذا حق مكفول كفلته كل الشرائع الدولية أن تدافع المقاومة عن حقوق شعبها وعن عن عن أبنائها وعن مقدساتها. وبالتالي اليوم ما شاهدناه أسقط المنظومة الأمنية الصهيونية، وهو رسالة واضحة قلناها بالأمس القريب وقل أعطينا فرصة للمجتمع الدولي وللأمة العربية والإسلامية والدول العربية والإسلامية أن المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر وأن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عليها، وسندافع نحن كمقاومة وخلفنا كل أحرار العالم من أجل مواجهة هذه الجرائم الصهيونية. لا شك أنها ضربة معنوية للجيش الصهيوني وهزيمة قاتلة لهذه المنظومة العسكرية الصهيونية. نرى اليوم رباطة الجأش عند المقاومة الفلسطيني ونرى الإرادة والعزيمة القوية، نرى اليوم كيف يصولون ويجولون داخل المستعمرات الصهيونية التي أسسها الكيان الصهيوني على أرضنا المغتصبة. وبالتالي اليوم نحن ماضون في مقاومة هذا الاحتلال وفي مواجهة كل الجرائم الصهيونية ولا نخشى شيء، لأننا اليوم نحن نرى تطور في قدرات المقاومة. اليوم نرى صواريخ المقاومة تصل إلى القدس وتصل إلى تل أبيب وإلى كل بقعة جغرافية، وإن كان هذا الأمر يدلل اليوم أن المقاومة لديها أوراق كبيرة وكثيرة تستطيع أن تؤلم من خلالها العدو الصهيوني وتدافع عن مقدساتها وتدافع عن أسراها الذين يقطعون داخل سجون الاحتلال ما يزيد عن 5000 أسير فلسطيني. هؤلاء أمانة في أعناقنا، واليوم نرى أن تحرير هؤلاء الأسرى بات قريبا وتحرير فلسطين كما تفضل الأستاذ رفعت. نعم بدنا نشعر أن هذا الكيان إلى زوال، لأننا اليوم كل هذه الرهانات التي راهن البعض على الاتفاقيات إن كانت هنا أو هناك أو راهنت على الحوار مع هذا العدو، هذه المفاوضات وهذه الحوارات لن تجدي نفعا بالنسبة إلينا، إنما ما يجب أن نفعله مع هذا العدو هو لغة واحدة، هي لغة الحراب، لغة المقاومة، لغة الانتفاضة، لغة المواجهة من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة على أرض فلسطين. نحن اليوم نعم في بداية معركة عز وشرف وكرامة نستذكر من خلالها عبور عام 1973، شاهدنا كيف عبر أولئك المقاومون
وتجاوزوا الأسلاك الشائكة ودخلوا إلى أرض فلسطين. لذلك نحن نقول اليوم أن الوقت الذي يعربد فيه الكيان الصهيوني بقصفه وقتله لأبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس والمسجد الأقصى أصبح وراء ظهورنا، لأننا اليوم لم نقبل بأي حال من الأحوال أن تستمر هذه الجرائم الصهيونية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة وأن يوقف هذه المجازر الصهيونية وأن يوقف هذه الحكومة الفاشية الصهيونية. نحن معنا كل أحرار العالم، معنا كل حركات المقاومة في المنطقة، معنا أبناء أمتنا العربية والإسلامية، ولذلك ندعو أولا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى ضرورة رص الصف وإلى التماسك والتمسك بالمقاومة والانتفاضة بوجه هذا العدو الصهيوني، كما ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية الذين نعتز بهم وبدعمهم وصمودهم ووقوفهم إلى جانب قضيتنا، ندعوهم اليوم إلى الالتفاف ودعم مشروع المقاومة في فلسطين. هذا المشروع اليوم الذي يدافع ليس فقط عن القضية الفلسطينية، إنما يدافع عن مقدرات الأمة العربية والإسلامية، كما ندعو كافة الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني إلى مراجعة حقيقية وإلى أن ترفع الغطاء عن هذا العدو الصهيوني، لأن سياسة التطبيع تعطي الغطاء والضوء الأخضر لهذا الكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من المجازر الصهيونية. ولذلك يجب أن يكون هناك مراجعة حقيقية واحتضان للقضية الفلسطينية ولمشروع المقاومة في فلسطين، لأننا نحن أصحاب حق، وبالتالي لابد اليوم أن نستمر في مشروع المقاومة حتى انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة على أرض فلسطين. نعم نعم أستاذ جهاد، يعني عندما يقول يعني القائد العام لكتائب القسام أن طوفان الأقصى هو أكثر بكثير مما يظن الاحتلال، ماذا يعني هذا؟ يعني سنرى أن مستوطنات أكثر ستكون يعني تحت مرمى نيران المقاومة الفلسطينية، وهل سيتم يعني أيضا أنه الصواريخ والعمليات المقاومة في داخل العمق الإسرائيلي أكثر فأكثر؟ المقاومة اليوم تمتلك أوراق كثيرة جدا، رأينا بالأمس ليس المقاومة اليوم، المقاومة الفلسطينية باتت محصورة في قطاع غزة، وإن كان عمق المقاومة اليوم موجود في قطاع غزة، لكن رأينا بالأمس القريب عمليات المقاومة في الضفة الغربية والتي كان آخرها في طول كرم وفي القدس، وكيف عجز هذا العدو الصهيوني والكيان الصهيوني عن دخول مخيم جنين، مخيم الصمود، مخيم الكلمة الواحدة، مخيم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية. هذا العجز الصهيوني في الضفة الغربية عجز أمام فعالية وتطوير أداء المقاومة في الضفة الغربية وفي القدس، ولذلك اليوم ما يجري من عمليات للمقاومة في الضفة الغربية هو امتداد للمقاومة في غزة وامتداد لكل حركات المقاومة، لأن هذا الانتصار الذي تحقق اليوم وهذه الصور الإبداعية هي ليس انتصار فقط للشعب الفلسطيني وليس انتصار للمقاومة الفلسطينية، هي انتصار لكل من يؤمن اليوم بمشروعية مقاومة الاحتلال وزوال الكيان الصهيوني عن أرض فلسطين المباركة. وبالتالي نحن اليوم نقول أن المقاومة تمتلك تكتيكات وتمتلك أوراق قوة كثيرة، ولعلني أقول أن مشهد العبور اليوم ومشهد هذه الصور النموذجية لم يتجلى بعد لناحية أسر الجنود ولناحية قتل الجنود. قبل أن أكون معكم، الإعلام الصهيوني يتحدث عن ما يزيد عن 30 مستوطن وجندي إسرائيلي مفقودين، وبالتالي هذه نعم معركة كبيرة وحقيقية يسطر من خلالها أبناء المقاومة الفلسطينية أروع ملاحم التضحية والفداء أمام هذه المنظومة العسكرية الصهيونية. رأينا المشاهد قبل قليل كيف يسحب الجنود الصهاينة طائرات العدو من مطار النقب خوفا من أن يكون هناك مقاومون وصلوا إلى هذه المنطقة. ولذلك هذا العدو اليوم هو عدو لا يمتلك الجرأة ولا يمتلك المواجهة بقدر ما نحن نمتلك اليوم التصميم والإرادة على مواجهته وعلى انتزاع حقوقنا وعلى مواجهة جرائمه التي يرتكبها
ولذلك نحن اليوم في مربع القوة وفي مربع المواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني. نقول اليوم لأبناء كل الأمة العربية والإسلامية، عليكم أن تكونوا اليوم السند الحقيقي وداخل مربع المقاومة في هذه المعركة التي أعلنها العدو الصهيوني منذ الصباح أنه أعلن الحرب، وهذا الإعلان لم يعلن عنه الكيان الصهيوني منذ عام 1973. وبالتالي هذا العدو نعم سيفشل في حربه، وكما سقطت الحكومات السابقة لليمين المتطرف إن كان من خلال عدوان 2006 كيف سقطت حكومة أولمر، ستسقط حكومة بنيامين نتنياهو كما سقطت في حرب سيف القدس، وبالتالي ستسقط هذه الحكومة بفعل ضربات المقاومة وإنجازات المقاومة. وعلى العدو أن يحسب ألف حساب عند ارتكابه أي اعتداء وأي جريمة بحق مقدساتنا أو بحق شعبنا أو بحق أرضنا، لأن المقاومة أعتقد اليوم أرسلت رسالة واضحة للكيان الصهيوني وللمجتمع الدولي اليوم أن المقاومة نعم هي قادرة على وقف هذه الجرائم بالقوة، لأنه للأسف الشديد هذا المجتمع الدولي وهذا الكيان الصهيوني لا يحترم إلا لغة القوي ولا يحترم إلا القوي، وبالتالي نحن اليوم في معركة مواجهة مع هذا العدو الصهيوني. نأمل حقيقة من أبناء شعبنا الفلسطيني أن يكونوا على قدر من الوعي والتنبه لكل جرائم ومحاولات العدو الصهيوني، وبالتالي معنويات شعبنا ومعنويات المقاومة اليوم مرتفعة، ونعتز ونفتخر حقيقة بكل المواقف الوطنية التي صدرت منذ الصباح هنا في لبنان على المستوى الرسمي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الشعبي. إن كان هذا يبرهن على شيء، يبرهن اليوم أن التوأم فلسطين هو لبنان والمقاومة في لبنان، وجنبا إلى جنب من أجل الحفاظ على هذه العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني التي تستهدف لبنان والتي تستهدف فلسطين بوجه الخصوص والتي تستهدف مخدرات الأمة العربية والإسلامية. نعم، يعني استاذ جهاد، خلص بات واضحا ان يعني ما قبل 27 الاول لن يكون كما بعده. المقاومه الفلسطينيه اليوم يعني دخلت في مرحله من قواعد الاشتباك، اصبحت ندا يعني بكل وتمتلك اوراق قوه عفوا في مواجهة العدو الإسرائيلي على الأرض في السياسة يعني وفي الساحات الميدان. الناطق الإعلامي باسم حركة حماس في لبنان أستاذ جهاد طه، أنا كتير بدي أشكرك، التحية لك والتحية للمقاومة في فلسطين. شكرا لك وشكرا للأستاذ رفعت وشكرا للأنبيان ولشعب لبنان وأهل لبنان، حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ رفعت، خلينا نتوقف مع فاصل إذا سمحت. قبل ما تتوقفي بس تفضل. بدي أخبرك شيء حلو. تفضل. هلا وردني خبر أنا تفضل. مع التليفون. أكيد. أكثر من 30 جندي إسرائيلي قيد الأسر. صحيح. صارت الغلة هلا 30، يعني ما بقى واحد اثنين، صرنا 30. عم يحكوا بين 30 و 35. ماشي حال. هلا بتزيد الغلة كل ما طالت القصة بتزيد أنت الغلة. أنت ما بتزعل. الشيء الثاني اللي أحلى منه كمان إنه الجهاد والقسام أعلنا المشاركة فعليا كتفا بكتف بالعملية العسكرية. توحيد يعني بندقية الفصائل المقاومة داخل فلسطين بين الضفة كله. وغزة اليوم يعني صار جسر العبور. وما تفضلت به قبل قليل انه بعد 7 اكتوبر لن يكون كما قبله، بالتأكيد هذا لن يكون الامر كما قبله ابدا. نحن اليوم دخلنا عصر جديد وتاريخ جديد في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، هو عصر المقاومة الفلسطينية. نعم. مقاومة كلها، انتبه بالمنطقة كلها. عصر المقاومة في المنطقة كلها، ما ننسى ابدا في جهود مبذولة من قبل حزب الله، في جهود مبذولة من قبل المقاومة الفلسطينية، جهاد، القسام، الحماس، كل الفصائل، جبهة شعبية وغير شعبية، كله مع بعضه. وما تنسي كمان في عنا مقاومة في اليمن. صحيح. هذه مقاومة جاهزة وأعلنت كذا في عدة مناسبات أنها على استعداد تام لدخول المعركة ضد العدو الإسرائيلي وحتى عن بعد.
وستشارك في قلب المعركة أيضا. هلأ قايمين بالمهمة طبعًا داخل الأراضي طبعًا الفلسطينية طبعًا، ويعني بحاجة لهذا الدعم يعني بالتأكيد لن يتأخروا بأي مساندة أو أي دعم. لكن اليوم نعم، الإخوة في فلسطين المقاومين الأشداء إن شاء الله الله بياخذ بيدهم وبعون الله تعالى. نعم، هم أدى العملية وزيادة، وما تريناه عبر الشاشات وما نعم تردنا من معلومات يعني يسرحون ويمرحون حتى في الشوارع وفي بعض المناطق، ويحررون أرض فلسطين من هذا الدنس الذي طال انتظار تحريره. طيب أستاذ رفعت، تسمح لنا نتوقف مع فضل أول فاصل، مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم، أجدد الترحيب بضيفي أستاذ رفعت بدوي. أستاذ رفعت، 35 أسير صهيوني لدى المقاومة في فلسطين، الجيش العدو الإسرائيلي 35 أسير من جيش العدو الإسرائيلي، من جنود نعم وضباط حتى نعم كمان، وجيش الاحتلال يعلن حرب السيوف الحديدية ضد طوفان الأقصى. دخلنا في يعني حرب، خلص بدنا نبلش نعدلها أيام، أم خلص صرنا أمام حرب مفتوحة؟ نحن أمام كل الاحتمالات الحقيقة، واليوم نحن أمام يعني يوم فجر جديد وتاريخ جديد، ومستعدون لكل الاحتمالات. أنا بختصر لك باختصار شديد، حتى لو سيوف حديدية، حتى لو قبة حديدية، حتى لو شو ما بدون، باختصرها بكلمة لو سمحت السيد حسن نصر الله، عندما أول ما تنبأ قال إن هذا العدو أوهن، إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. أنا أقول نعم لك بأنه إسرائيل أوهن من نعم بيت العنكبوت. نعم، مش صارت هي اليوم أوهن من بيت العنكبوت. نعم، ودليل ذلك ما يحصل اليوم والإرباك اللي حاصل. كل الاحتمالات وردة، ومستعدون لكل الاحتمالات. حتى وإن كانت ستتوسع إلى حرب شاملة في المنطقة، على استعداد بالتنسيق تام بين مختلف القوى المقاومة. أنا أكيد بأنه هناك خطوات متخذة واستنفار متخذ لدى كل قوى المقاومة في المنطقة، حتى بالحرب الشاملة مستعدون لذلك. طيب نحن نتحدث اليوم عن جبهات، عندنا جبهة جنوب لبنان، عندنا جبهة الجولان، ماذا ليش يمكن حصرت للعدو؟ ليش حصرتيهم هيك يعني؟ ما ليش حصرتيهم؟ في عندك غزة، في عندك الضفة، لا نحكي يعني غير الداخل الفلسطيني، في عندك الضفة غير الداخل الفلسطيني. عم نتحدث يعني عن جبهات ملاصقة ويعني فيها احتلال إسرائيلي. حضرتك يعني منذ بعض الوقت تحدثت أنه يمكن أن نصحو يوما ما ونشوف أن قوات الاحتلال اندحرت عن مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. نعم، وأيضا من الجولان المحتل. أستاذ رفعت، الجولان المحتل سيتحرر بالمقاومة. أنا أكيد من ذلك، سيتحرر بالمقاومة. ليش فصلت عن جبهة جنوب لبنان وجبهة الجولان؟ رح أقول لك ليه، لأنه جبهة لبنان تحديدا يرتعد منها العدو الإسرائيلي. يرتعد. نعم، هناك محاولات لتشريع احتلاله في الجولان. نعم، للجولان، لكن الدبلوماسية السورية والدبلوماسية العربية ترفض ذلك حسب القرار الأممي بأنه هذا العدو هو محتل لمنطقة الجولان. صحيح، يجري الإعداد، أنا أقولها بصراحة، يجري الإعداد لبناء بنية تحتية في منطقة الجولان ومحيطها لتحرير هذه الأرض بالقوة. لأن العدو الإسرائيلي يعتبر بأنه الجولان حياته ورئته، يعني طبعا أساس وجوده. وأحيلك إلى ما يسمى بالاتفاقية أو مش الاتفاقية، المحادثات التي حصلت بين الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه وبيل كلينتون. نعم، وقال له على التليفون، وهذه بالمذكرات يعني موثقة، قال له جبت لك ما تريده، أي تحرير الجولان، لأنه كان طالب منه أنه لا أستطيع أن أتفاوض مع الإسرائيلي إلا إذا كان حرر الجولان. بالاتصال معه قال له جبت لك من الإسرائيلي ما تريده، الهدف تبعك. وهذا الأساس تم تحديد موعد في جنيف عام 1994.
بدأت المحادثات، لكن لاحظ الرئيس حافظ الأسد بنبهته بذكاء بأنه أحد المرافقين للوفد الأمريكي استمهل الرئيس الأمريكي لعرض ما يسمى الخرائط، ولم تأتي الخرائط خلال نصف ساعة. وبعد نصف ساعة أتت الخريطة بأنه الإسرائيلي يريد هذه الأمتار من بحيرة طبرية. صحيح. فكعلى الفور على الفور التفت إلى الدكتورة بوثينة شعبان الرئيس حفظ الأسد. نعم. وقال لها ضب الأغراض يا بوثينة، هدول لا يمكن الحديث معهم، لا حديث معهم على السلام، هؤلاء لا يريدون لا سلام ولا يريدون أي شيء. ضب هالأغراض وقام وفض الاجتماع وأعلن عن فشل الاجتماع يوما. هذا دليل آخر بأنه الجولان، يعني أنا عم بذكر لك حول الجولان. نعم. تحديدا يريدون الهضبة، لأنه هذه المرتفعات الجولان هي رئة إسرائيل. نعم. أولا بالزراعة، ثانيا في محاولات لتركيب ما يسمى بمراوح الكبيرة التي تولد الكهرباء. نعم. وتغذي كل العدو، منبع بحيرة طبرية. نعم. كمان وبحيرة. فقال لا، يعني يومتها قال له طب ما هي أمتار، يعني قال له أنا لما كنت جندي بالجيش السوري الرئيس حفظ الأسد. نعم. كنت أسبح في البحيرة. أهو. كاملة. نعم. ولا أريد التنازل ولا يسجل علي بأني تنازلت عن شبر من سوريا ولا من مياه سوريا، يعني ممارسات هذا العدو. ومشان يعني هيك أنا عم أقول لك الجولان يعني فصلناها، لأنه إسرائيل اليوم يعني ترتعد من موضوع جنوب لبنان. هي تريد. نعم. اليوم من خلال هوكشتاين وغير هوكشتاين ترتيب النقاط 13 الخلافية متحفظ عليها، وبيناتهم البي 1. منطقة البي 1 هذه يجب المطالبة بها مهما كلف لبنان من تضحيات أن تعاد إلى لبنان، لأنه. نعم. منها ينطلق ترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية. وما تم ترسيمه من خلال خط 23 يقدم من حق لبنان 30 متر أو 35 متر بالبر. نعم. وهذه نقطة يجب أن يضاء عليها، هذه شغلة. وهذا اللي كان يدفع الرئيس نبيه بري استاذ رفعت إلى الإصرار على وجوب تلازم الترسيم. صحيح. بين البر والبحر. صحيح. بس بشكل آخر. نعم. يعني بشكل أو بآخر الأمريكي ذهب إلى موضوع تسوية النقاط الخلافية حسب. نعم. ما رسمت الخط الأزرق، مش الحدود، الخط. نعم. الأزرق. نعم. سنة 2000 أيام فخامة الرئيس أمير لحود. صحيح. الذي بقي ساهرا كل الليل مع مادلين أولبرايت وهي تحاول أن تأخذ منه بصيص أنه موافق على هذا الخط الأزرق. قال له بعد فيه عندي أنا ما بقدر أتخلى عنهم، 4 ساعات ونص على التليفون وهو واقف بالشارع عم يحكي معها. نعم. يعني لأنه حتى ما ينقطع الخط وسكر التليفون بوجهه بالأخير، لأنه تكلمت معه بصورة غير لائقة مع رئيس الجمهورية بطريقة فوقية، فما كان إلا أن أقفل الخط بوجهها تعبيرا منه بأنه حتى لو مين ما كان أنا حقي لازم أخذه، وهكذا يكون المسؤول وتكون الرؤساء. لأنه يعني عندما تكون أنت مؤمن بأنه بلدك محتل وفي إلك حق بالأرض يجب أن تحصل عليه. بقيت هذه النقاط 13. بقيت هذه النقاط 13. وللعلم بأنه الرئيس أمير لحود بإصراره قدر استطاع جيب للبطركية المارونية ما يقارب يمكن 80 مليون متر، يمكن 80 ألف متر مربع، وبلغ البطركية يوميتها أنه إليكم أراضي فوق. بالأول نكروا قالوا له لا ما عندنا أراضي، بعدين ثبت بأنه لهم أراضي. نعم. طلعوا أخذوها. يعني. نعم. هذا من إنجازات الرئيس لحود، ومن ضمنهم أيضا البي 1، يعني طالب فيها البي 1، واللي شاهد على ذلك العميد المتقاعد أمين حطيت اللي. نعم. هو كان على تواصل معه. لكن في نهاية الأمر أنا بقول لك أنه العدو الإسرائيلي همه الوحيد هو منطقة جنوب لبنان. التماس مع حزب الله، هو يهاب قوة حزب الله تحديدا، ولم يدرك تماما أنه المقاومة في فلسطين داخل فلسطين أصبحت كمان مهيئة إلى درجة كبيرة يعتد لها، والدليل أنه ما حصل اليوم وستتوارد الأخبار نحو استكمال العملية. أهو. رح تشوفي أنه رح تشوفي أنه في مفاجآت بعد كثيرة ضد العدو الإسرائيلي. مش هيك أنا قلت لك العدو اليوم وسيبقى أوهن من بيت العنكبوت، ومن تنبأ بذلك هو أول من تنبأ بذلك هو سماحة الأمين العام حسن نصر. نعم. الله. ويعني فمشان هيك أنا عم أفصل بين كيفية تحرير الجولان. نعم. وكيفية تحرير جنوب لبنان. جنوب لبنان يعني حتى الأمريكي حاطت كل تقله، مستعدين نتهاون معكم باللي بدكم، بس أنه ما تصطدموا مع العدو الإسرائيلي. نعم. لأنه لا قدرة للعدو لتلقي قوة حزب الله من الصواريخ والهجوم.
وكل الدلائل تشير بأنه أي معركة مع حزب الله سيكون من نتيجتها عبور حزب الله لداخل فلسطين المحتلة وتحريرها وتحرير أراضي داخل فلسطين المحتلة. يعني العمليات المقبلة ستكون داخل الأراضي الفلسطينية. بالتأكيد. لبنان بالتأكيد. لن يكون بالتأكيد. يعني فلذلك دائما تحت مرمى نعم. العدوانية الإسرائيلية. فلذلك كان الطلب الأمريكي وأيضا بدعم إسرائيلي أنه مستعدين نحن نسوي هدول النقاط الخلافية، وحتى أبدوا استعداد للانسحاب من تلال كفر شوبة ومزارع شبعة اللي في مخصص. كان عم ينحكى ولكن يعني بخفر بشروط معينه، بدهم شيء مقابل، بمعنى اذا انتشار قوات تشبه قوات اليونيفيل مثل الاندو. نعم، نفس الاسلوب اللي اتبعوه بسنه 2000 انسحاب مفاجئ. انا اقول لك ستصحين يوما ما صباحا، واتمنى ان يكون قريبا، بانه انسحب العدو الاسرائيلي انكفأ وحرر وفي مناطق لبنانية تحررت حتى يتجنب الصدام مع حزب الله مع المقاومة في لبنان. طيب اليوم وحدة البندقية الفلسطينية منذ قليل سرايا القدس وكتائب القسام أعلنا والجهاد يعني والجهاد طبعا يعني أعلنا والجبهة الشعبية والقيادة العامة. طيب هيدا شو بيقول اليوم البندقية الفلسطينية موحدة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي؟ عم بحكي تحديدا عن سرايا القدس. أستاذ عم تحكيني رفعت. بالداخل أي طبعاً طبعاً سرايا طبعاً القدس طبعاً تحديدا طبعاً. لأنه يعني نتحدث كما غزة كما الضفة طبعاً. والضفة طبعاً. يعني تمثل لإسرائيل ما تمثله هي المناطق التي يعني إسرائيل تعتبر إنجازاتها بحرب 67 هي ضم الضفة الغربية. هل يمكن للعدو الإسرائيلي هيك يعني أن يعني يستسلم أمام ضربات المقاومين خاصة من غزة وصحة؟ أنا على قلبك أنا بقول لك أنه أنت خاصة من الضفة عفوا أنت عم تحكيني بالداخل الفلسطيني طبعا. أنا عم بقول لك في توحيد القوى المقاومة في المنطقة، يعني توحيد البندقية والمدفع والصاروخ بكل قوة المنطقة. ما تنسى كمان أنه في وقت من الأوقات اليمني برع في موضوع الطائرات المسيرة وضرب مناطق يعني بعيدة جدا يعني وأصاب. فنفس المسافة إذا بتزيديها بتقيسيها نفس المسافة من اليمن لفلسطين المحتلة، ما بيمنعوا شيء يعني. نحن اليوم كل قوى المقاومة في المنطقة هي على أهبة الاستعداد وبندقية واحدة وصاروخ واحد وناطرين ليشوفوا شو تطورت. أي مأزق اليوم يعني وضعت فيه إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الساعية دائما إلى أمن هذا العدو على يعني الحدود المتاخمة للأراضي لن يكون المحتلة. هناك وقت متسع من الوقت لإنقاذ إسرائيل في وقت من الأوقات. أنا أقول لك ذلك وسجلي علي، في وقت من الأوقات لن يكون للولايات المتحدة متسع من الوقت إنقاذ العدو الإسرائيلي من 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 من, من التفكك. هذا أمر سيحصل بأي شكل كان وتحت أي ظرف كان، لابد وأن يحصل وسيحصل. حنشوف يعني يمكن أن نرى بالساعات المقبلة اجتماع طارئ لمجلس يعني الأمن الدولي للبحث في هذه القضية. وهذا الموضوع هل سيعني الفلسطينيين اللي لطالما كانت إسرائيل يعني استثناء لا تنطبق عليها الشرعية الدولية، هل سيلتزم الفلسطينيون إذا ما تم يعني إصدار أي قرار عن مجلس الأمن؟ أستاذ رفعت، يجتمعوا ويصدروا قرار اللي بدهم إياه. الحق يعلى ولا يعلى عليه، الحق الفلسطيني موجود. يعني عم بتقول انه المعارك مستمره حتى شو الحق الفلسطيني يعلى ولا يعلى عليه، حق في بلدهم، حق في ارضهم، حق حقوقهم، حق في افراج عن الاسرى والمساجين الفلسطينيين والتعذيب والتنكيل، حقنا في القدس والاقصى. نعم. هذا شو كله يعني قد ما بدهم يطلعوا، يعني قالوا انه والله بدهم يعترفوا بالقدس كعاصمه للكيان الصهيوني، قدروا نفذوا؟ ما حدا قدر نفذ، لأنه في عندك شعب متمسك بحقه ومتمسك بأرضه ومتمسك بعاصمته ومتمسك بفلسطين كل فلسطين. نحن من الجيل الرعيل الذي يؤمن بأنه فلسطين من البحر إلى النهر. نعم. عربية وعاصمتها القدس، ليست القدس الشرقية، عاصمتها القدس. نعم. ورغم ما يقيل ويقال عن ما يسمى بالمبادرة العربية للسلام، في آنه في وقته في العام 2002 أصدرنا بيان، والرئيس الحص أصدر بيان قال فيه حرفيا أنه المبادرة العربية مشكورة للمفتش، لكن نحن ضد هذه المبادرة لأنها تهضم من الحق الفلسطيني، ومن يتنازل عن حق أو عن جزء من حقه
يتنازل عن باقي الحق. نحن من المؤمنون من المؤمنين بأنه فلسطين من البحر إلى النهر كاملة. نحن من الداعيين بتحرير فلسطين. هذا العدو وجد وأوجد، التاريخ ما يحاولوا يطمس التاريخ. نعم. وجدته القوى الغربية، البريطانية، الفرنسية، الأمريكية، شو ما بدك سميه، وجدوه في قلب هذا الوطن العربي لتفتيت هذه الأمة ولتفكيكها ولعدم قيامة، ضمان عدم قيامة. والمساعدات التي اجته جعلت منه يمكن القوة التكنولوجية الأولى في المنطقة، لكن هذا أمر أيضا اليوم يكتشف بأنه المقاومة الفلسطينية هي على دراية كبيرة من العلم التكنولوجي الذي وصل له العدو الإسرائيلي، رغم كل التقنيات اللي موجودة والأقمار الصناعية. نعم. قدر عطل واخترق الجهاز القبة الحديدية وعطل السياج، عمل السياج اللي موجود. واليوم نرى بأنه القوى الفلسطينية داخل فلسطين يحررون الأرض بعبور سيشهد له التاريخ بأنه قلب موازين المنطقة كلها. يعني تشرين سيكون طبعاً شهر طبعاً الانتصارات بوجه العدو الإسرائيلي. أستاذ رفعت على المستوى السياسي، أنا بعتقد السياسي أنه يمكن العدو الإسرائيلي سيفكر بإلغاء الاحتفالات بعيد الغفران. عيد الغفران بعد أمتين، بعشرة يمكن تشرين عيد الغفران. طيب، على المستوى السياسي حكومة يعني مأزومة، حكومة بنيامين نتنياهو حكومة مأزومة، تتعرض لمواجهات واحتجاجات يعني شفناها داخل الأراضي المحتلة، حتى على مستوى الجيش الإسرائيلي كنا عم نقرأ عن استقالات بالجملة، عن تمنع عن أداء الخدمة. اليوم يعني هذه العملية الكبيرة من قبل المقاومة الفلسطينية، قديش رح تزيد هذه الحكومة يعني تأزيما أكثر؟ أتوقع له لنتنياهو وللحكومة، يعني بس تحديدا لنتنياهو، نهاية تعيسة جدا. لن يتصور، ممكن أن نرى استقالة لحكومة العدو، ممكن أن نرى سحله في الشارع حتى كمان. نعم. هو يعني عم بيناضل ويعمل كل شيء ليبعد عنه شبح المحاكمات. لا، هي شبح عليه نقمة داخلية، وأن يعني عليه في انقسام حوله بداخل الكيان الإسرائيلي، وهذا أمر يعني أسهم إلى حد كبير إلى تفتيت البنية السياسية تبعت العدو الإسرائيلي الذي كان يتباهى بها، بأنه يعني صحيح أنه في معارضة لكن كانوا يجتمعون حول مصلحة الكيان الصهيوني. لما شاهدناه في الفترات الأخيرة 5 مرات انتخابات مبكرة أنتجت تحالف هجين. صحيح. لن يستطع نتنياهو الفكاك من هذا التحالف. حكمه كان بالفترة الأخيرة أضعف من ما يتصوروا. داخليا تفتتت البنية السياسية للعدو الإسرائيلي، وصار المجتمع الإسرائيلي أيضا مفككا. وبحيلك لموضوع يمكن مرق هيك سريعا ما حدا حكي عنه، الأحداث التي حصلت مع الأثيوبيين بالفترة الأخيرة. نعم. والصدام الكبير مع القوى الأمنية والتكاتل الأثيوبيين، لأنه اكتشفوا بأنه هناك تعامل أو تمييز عنصري. صحيح. داخل الكيان الصهيوني، وهذا مقتل أيضا. فإذا التفكك الداخلي للعدو الإسرائيلي بائن. نحن اليوم أتينا وهذا اللي عم تستفيد منه المقاومة. يعني اليوم تحدثت حضرتك قبل شوي عن يعني أهمية التوقيت، هذا التوقيت اليوم شو جاء يعني ليستثمر على هذه الأزمة، بالإضافة إلى فشل العدوانية الإسرائيلية على غزة مثل ما شفنا، وأيضا على بحصار مخيم جنين. لا، أستاذ رفعت، لا اللي صار أنه هذا التفتت السياسي أدى إلى تفكك كمان بقيادة العسكرية والالتزام. وهذا اللي استثمرت عليه المقاومة برأيك؟ نعم. أكيد استثمرت. نعم. عليه. نحن بالتوقيت أكيد. وملاحظ بأنه في هناك تمنع عن الالتحاق بالخدمة العسكرية. هناك يعني ضباط قدموا استقالاتهم، رفضوا يعني تنفيذ الأوامر. صحيح. حتى ضباط في سلاح الجو أيضا، وهذا أمر، وفي ضابط يعني من سلاح الجو كبير، قائد سلاح الجو، قال صراحة وهذا اللي بتعتمد عليه إسرائيل عادة بعدوانية، قال صراحة بأنه
ضباط سلاح الجو الإسرائيلي لم يتدربوا منذ أكثر من 25 يوم وهذا يعتبر نكسة إلى مهارات يعني سلاح الجو الإسرائيلي. فإذا نحن أمام منطلق جديد، أمام وضع جديد، أمام واقع جديد توج في هذا العبور الكبير ليقول للعالم إنه هذا العدو انظروا إليه، إنه يغرق في 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 غيه ويغرق أيضا مش مثل ما قال سمحت لما في عرض البحر، لا يغرق في داخل فلسطين المحتلة، ونحن نطهر فلسطين من هذا الدنس الإسرائيلي. نحن اليوم أمام فجر جديد وتاريخ جديد سيبقى عالقا في ذهن الأجيال العربية المؤمنة بفلسطين حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني. طيب استاذ رفعت اسمح لنا نتوقف مع اخر فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود مجددا. برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الاخير من السياسه اليوم، واجدد ترحيبي بضيفي رئيس ندوه العمل الوطني استاذ رفعت بدوي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ رفعت. يعني يطول الحديث عن فلسطين تحديدا باليوم هي كل القصه، هي كل القصه، هي يعني القضيه المركزيه لكل يعني لكل ما يدور من يعني مشاكل وحروب في هذه المنطقه مفتعله، ويعني ربما احيانا يكون ادواتها داخليه. بدي قبل ما افوت على مساله التفجير، قبل ما تفوت على شيء بدي بس اذكر بقول مأثور لدولة رئيس سليم حسن الله يطول بعمره، بيقول من نصر فلسطين نصره الله ومن خذل فلسطين خذله الله وأزله. هذا قول مأثور للرئيس دولة رئيس سليم الحسن، من نصر فلسطين نصره الله ومن خذل فلسطين خذله الله وأزله. نعم الله يطول بعمره. طيب بدي يعني احكي عن أهمية توحيد البندقية الفلسطينية بوقت يعني شفنا بهذا التاريخ من 48 أو منذ إعلان المقاومة الفلسطينية بال 65 مع منظمة التحرير الفلسطينية، شفنا قديش كان هيدا التشتت. وافري على حالك اليوم في نمط جديد في التعاطي. لا أنا مش عم موافق، أنا بالعكس عم بقول أهمية اليوم يعني الفصائل الفلسطينية كلها تنضوي بإطار ببندقية واحدة تاريخي. من هلأ ورايح فينا نقول خلص يعني عصر التباعد، فترة التباين بالآراء، فترة حتى يعني المسائل هيك التنافس على السلطة. طيب بدي خبرك شيء، بدي خبرك شيء، بدي خبرك شيء، بدي خبرك شيء. وماذا عن السلطة الفلسطينية؟ هيدا البدء اللي بدي اوصل لك. السلطة الفلسطينية تعتبر هي من المؤيدين لاتفاق اوسلو. لكن انا بقول لك لا، بس اليوم مع هذه العملية لحظة. بس انا بقول لك انه مؤيدي اتفاق اوسلو داخل السلطة الفلسطينية صاروا معدودين على الاصابع. خديها مني. وباقي القيادة الفلسطينية قلبا وقالبا مع المقاومة. قلبا وقالبا. ما حدا بيتآمر على بلده، بيتآمر على 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 شعبه الا الدنيء يعني. والفتره الاخيره جرى بعد الاعتقالات يعني انه بحجه انه والله يحموهم من القتل للمقاومين. لانه هذا مطلب اسرائيلي كان. هلا بضغط امريكي غير امريكي هذا ما بدي فوت فيه هلا، منه سبب مش وقته هلا نحكي فيه. لكن انا اقول لك بانه مجمل الشعب الفلسطيني كله قطبة حتى القيادات الفلسطينيه اليوم من كل الأطياف اليوم قلبها قلب واحد وبندقيتها بندقية واحدة. وهدفها هدف واحد، هو شد إزر هذه القضية وصولا إلى تحرير فلسطين. لأنه ثبت لدى مع الزمن أنه لا اتفاق كيم ديفيد ولا اتفاق أوسلو ولا أي اتفاق تعريب ولا أي اتفاق ما وادي عربة ولا أي اتفاق جلب للفلسطيني سنتيمتر واحد. اتفاق أوسلو كان يقول انه في عندنا 48% من مساحة الضفة للفلسطينيين. اليوم الفلسطيني قاعد على اقل من 20%. صحيح نعم. يعني شو عمل يعني؟ قولي لي شو عمل؟ فاذا لم حتى ده رسالة لكل الذين يطبعون وينادون بانه والله لن نطبع الا ما يكون في دولة للفلسطينيين، وين اي دولة للفلسطينيين؟ فاذا التوحيد البندقية اليوم نحن في فجر جديد من التعاطي مع المقاومة، من مفهوم المقاومة، من التعاطي مع هذه القضية، مع التعاطي مع مقاومة العدو الإسرائيلي. مفهوم جديد اليوم يودي بنا إلى
توحيد الساحات والبندقية والأهداف والبنود السياسية التي يعني تقودنا إلى تحرير فلسطين. وهذا يمكن بيثبت انه لاقات يعني لا صلح لا تفاوض لا اعتراف صحيح هي يعني لا تزال ساريه هي يعني الاساس في بالتعامل مع في هذا العدو. بدي اقول لك اياه. في مؤتمر كان او مش مؤتمر يعني محاضره للتطبيع انا بديت كلامي يعني في المحاضره اللي القيتها في جملتين واختصرت الموضوع وفليت. لا صلح مع العدو الاسرائيلي، لا تفاوض مع العدو الإسرائيلي، لا اعتراف بالعدو الإسرائيلي، وأضفت عليها لا مساومة على فلسطين ولا على حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما قاله الرئيس جمال عبد الناصر منذ 67 ولم نزل حتى اليوم نتمسك به. لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف، لا مساومة لا على فلسطين ولا على حقوق الشعب الفلسطيني. نعم. يعني استاذ رفعت أخبار مهمة ولافتة، يعني الإعلام الإسرائيلي يعترف بسيطرة المقاومة الفلسطينية نعم. على نعم. مستوطنات غلاف نعم. غزة نعم. نتحدث عن أكبر مستوطنة سديروت نعم. ومن بعدها أيضا خلاص كمان المقاومة محررة. تعلن أنها سيطرت على 912 كيلومتر من الأراضي المحتلة عام 48. رفعوا العلم نعم. الفلسطيني عليها كمان ما تزعل. طيب عم نواكب ما يجري في الأراضي المحتلة، ولكن أيضا يعني العين على سوريا. طبعا الحرب على سوريا كان أساسها أنها يعني كانت قلعة أو الحصن للمقاومة، هي يعني تقود محور المقاومة في المنطقة. بالأمس تفجير الكلية الحربية في حمص بالبعد السياسي، حضرتك بالمقدمة ذكرت أنه رد على الانفتاح الصيني على سوريا وخصوصا عبر استعمال يعني التركستان الإيغور. قديش بعد ممكن تفتح المنطقة؟ هل دخلت سوريا في مرحلة عسكرية جديدة، إغراق سوريا ليقولوا ماذا للعالم أن سوريا ليست آمنة، لا يمكن الانفتاح، إعادة الأعمار وأن تتعافى؟ ما جرى اليوم في فلسطين هو ليس منفصلا عن ما جرى بسوريا نعم. ولن يكون منفصلا لأنه المحور المقاومي كله كما تفضلتي هو سوريا نعم. وأنا يعني ما عاد سر للحال أن سوريا هي الممول الرئيسي لقوى المقاومة وهي فتحة دراعها وفتحة قلبها أراضيها. وفتحة أراضيها وفتحة مستودعات الجيش العربي السوري لكل شيء اسمه مقاومة ضد العدو الإسرائيلي نعم. هذا واحد. فلذلك أنا أقول لك أنه ما جرى في فلسطين لن يكون منفصلا عنه. وما قاله محمد الضيف يعني تحديدا بأنه آن الأوان لأن نحرر ثرواتنا وطرد الأمريكي من شمال سوريا وتحرير شمال سوريا، هذا كله يدخل ضمن السياق. لكن نعم. العملية هي بنفسها يعني بذاتها هي محاولة لقلب الطاولة على سوريا بعد أن تأخذ قرار التوجه شرقا نحو الصين. لأنه إيران صحيح هي حليفة لسوريا لكنها لم تستطع أن تقدم ما يجب أن تقدمه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد السوري. روسيا أيضا دخلت في حرب مع أوكرانيا هي في حالة عوز. يعني أنا أقول لك شيء أنه سلطنة عمان هي في وقت من الأوقات ساعدت سوريا بالقمح صحيح. فلذلك وعنه ثروات قمح اللي موجودة في سوريا اكتفاء ذاتي صحيح. لكن في نقطة بسيطة بين هلالين أنه مجمل الأراضي التي تزرع بالقمح في سوريا أصحابها اليوم هم من ضمن النازحين السوريين المتواجدين في لبنان. هذه بدي ضويلك عليها لأنه سئل أحدهم أو معظمهم يعني أنه شو بده يطلع لي خي من القمح، أنا عم باخد فلوس هون أنا قاعد، شو بدي أقعد عزب حالي؟ تركوا أراضيهم وهلأ عم يفتشوا على مين يلتزم شغل أراضيهم، هني قاعدين هون من عداد النازحين بناء على لوائح الانجيوز والدول الغربية إبقاؤهم في لبنان. أراضي بسوريا تعد مساحات شاسعة نعم. بيزرع قمح لكنه اكتفى أو انكفى عن الزراعة وقاعد بلبنان عم ياخد فلوس من دول أوروبية والدول الأوروبية تنفذ يعني أجندة سياسية للضغط على سوريا. وما حصل في منطقة حمص يعني بالهذا
هو للضغط ايضا ولافهام انه الولايات المتحده والغرب لن يقبلوا بالتعايش او بالقبول في مع الرئيس بشار الاسد او مع النظام الحالي في سوريا، لكن هذه مرحله طويله من المقاومه ومن الصمود ومن التصدي. يجب على الدوله السوريه او بالاحرى على القيمين على الدوله السوريه ان يجدوا بدائل، فلقوا بدائل انه تكون الصين اللي تساعدهم بما يسمى بالبنى التحتيه، والصين هي جاهزه. لكن ما حصل هو رساله للصين ايضا انه الصين هي جبانه ما بتطلع برا الا اذا كان في امن وامان وضد فساد والى اخره، انه نحن قادرين نطال ونخربط حتى بالكليه الحربيه. وعلى فكره هذه الكليه الحربيه بحمص تخرج منها العديد من الضباط اللبنانيين في ما اي طبعا واذكر منهم كمان العميد الياس فرحات حبيب قلبنا، هو خريج هذه اللي عمل دوره فيها كبيره وخرجت العديد من الضباط اللبنانيين. حتى ابوه والده لفخامه الرئيس امير لحود كان قائد الجيش السابق. ايضا فاذا انا اقول لك بانه ما حصل اليوم من عبور فلسطيني الى داخل فلسطين المحتله وتحريرها هو لن يعني في يكون ليس في سياق لن يكون في سياق منفصل عما جرى في سوريا. التحرير في سوريا هو ات واعتقد بانه بعد انتهاء فتره الحداد ثلاثة أيام على الشهداء سنرى ردا سوريا صارما ضد أو تحرير لمناطق عدة في شمال سوريا ومنها جسر الشغور الاستراتيجي لليوم، يعني فيه جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني. خلص أنه يعني اتخذ القرار، بس هيدا كمان قديش بيفتح يعني بالميدان. نحن نتحدث يعني جسر الشغور بين حلب ويعني الذي يربط الداخل والساحل بين حلب والمدنية. هناك محاولات كان جرت يعني هيدا الأنفور اللي كانت دايما عم يكون التفاوض عليها حتى مع القوات التركية. أستاذ رفعت كل المحاولات التي حصلت لتقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا حصلت سوريا في موضوع معين، يعني وهذا عنوان واضح يعني حتى من ضمن الأنفور مثل ما تفضلت. في وقت من الأوقات وصلوا لاتفاق مع التركي من كم سنة يعني والروسي كان ضامن للموضوع، لكن تم الهجوم على الروسي وتكبدوا خسائر وراحت الموضوع الأنفور رجع فرط. أوكي؟ لكن كل التقارب الذي حاول بعض الدول أن يقرب وجهات النظر بين ومن ضمنهم إيران لأن يعني لها مصلحة في الموضوع، وأيضا أنا لا أخفيك سرا بأنه يعني طلب أو بالأحرى كان في ضغط روسي لتقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا، لكن الرئيس بشار الأسد وقفت عز بأنه لن أتفاوض ولن أجتمع مع رئيس دولة جيشه يحتل أرضي. صحيح كان هيدا الشرط، الانسحاب التركي هو بداية التفاوض. عدا عن ذلك وأيضا وزير الخارجية الإيراني السوري قال صراحة بأنه ما لم تنسحب تركيا من الأراضي السورية أقله العودة إلى اتفاقية أدنى، لن يكون هناك أي تفاوض مع تركيا. طيب اليوم يعني مين عم بخرب؟ شفنا تفجير إسطنبول، تفجير أنقرة أمريكي لأمريكي. طيب تفجير أنقرة، تفجير الكلية الحربية بلحظة. كان يعني وزير الخارجية الإيرانية يقول أن هناك مبادرة، ولما الإعلان عن مبادرة يعني كأنه وضعت اللمسات الأخيرة عليها، تقضي بانسحاب القوات التركية من الشمال السوري وتملأ الفراغ دغري القوات السورية الجيش السوري. صحيح. هذا كان بشكل اتفاق. يضمن طب هيدا التفجير اللي صار بأنقرة هي رسالة إلى تركيا، وما حصل في الكلية الحربية رسالة إلى سوريا يعني ومتعددة الأطراف إلى الصين رسالة وتركيا وسوريا، لمنع أي تقارب أو أي حلول تركية ممكن أن تؤدي إلى سحب قواتها. هذا واحد أمريكي يعني، لكن أنا لا أبرئ أيضا النظام التركي من من هذه العملية، لا أبرئه يعني من نواياه السيئة من عملية عم تحكي من عملية تفجير طبعا لأنه تنظيم التركماني
والايجور مدعومين بشكل مباشر من دوله تركيا. ما حدا يعني ما بعدين كل تنظيمات مسلحه بس متحالفين كمان مع جبهه النصره. نعم كل تنظيمات مسلحه من جبهه النصره على داعش الى غيره كلهم هدول يؤتمروا بامره القياده المركزيه للولايات المتحده الامريكيه في شمال سوريا. ما حدا يزيد علينا بهذا الموضوع، ما نحن بنعرفه تماما يعني. طب هيدا شو بيقول؟ يعني هذه العمليات فقط لتوجيه رسائل الى تركيا والى سوريا الى الصين او الى يعني اليوم من يبادر بالصلح الى روسيا وايران، ام لانه يعني بلشوا الامريكان اتخذوا قرار بس بعد ما اعلنوا لحظه صلح مع مين؟ صلح مع مين؟ عم تقولي لي لمبادره الصلح مع مين بين مين ومين؟ من يبادر يعني للصلح بين تركيا وسوريا، عم بحكي عن روسيا وايران. ما في صلح، عبر الانسحاب قبل عبر المبادرات ولا حتى مبادرات كلهم تعطلت هلا من قبل الانسحاب التركي من الصريح والواضح من الاراضي السوريه المحتله. لا يمكن التفاوض. ما هي هيدي المبادره اللي يعني كنا عم نحكي عنها، بينسحبوا الاتراك، بيجي الجيش السوري بيضمنوا انه حزب العمال الكردستاني هيدا حكى فيه بكازاخستان. نعم ونحكى فيه بلجنه دستوريه ونحكى نعم. فيه حتى بخلال اجتماع وزيري الدفاع التركي نعم. والسوري في موسكو واتفق على اليه معينه لتنفيذه، لكن التركي قلب ولا يريد الفكاك من نعم. الضغط الامريكي ويريد ان يبقى العوبه في يد الامريكي على حساب سوريا. نعم على كل حال يعني اليوم المشهد في فلسطين ما بعرف اذا بتوافق استاذ رفعت سيقلب الموازين في كل الساحات في المنطقه. وتاكيدا على ذلك نعم. انا اقول لك بانه تحرير شمال سوريا من الوجود الامريكي بات اقرب مما نتصور. اها طيب يعني للاسف نحن دخلنا لعبه كبيره اليوم. دخلنا لعبه كبيره اليوم. نعم رئيس ندوة العمل الوطني استاذ رفعت بدوي، اهلا وسهلا بحضرتك، تحية لك والتحية لفلسطين بنهاية هذا اللقاء. نشد على ايدي اخواننا في فلسطين، كل الشعب الفلسطيني نعم. كل المقاومين في فلسطين معكم والى جانبكم، نشد على اذركم وسنساندكم ونكون سندا لكم ان شاء الله من الان حتى تحرير فلسطين. نعم شكرا لك استاذ رفعت بدوي. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، الى اللقاء.